اهلا بحضراتكم، على مدار اليوم وشفنا في جميع محافظات مصر تابعنا الوقفات الداعمه لموقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضيه الفلسطينيه. لانه المشهد ده بيؤكد انه موقف القياده المصريه متسق اتساقا كاملا مع وجدان الشعب المصري، وده اللي احنا عاهدناه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البدايه واللي دايما بينحاز لاراده الشعب المصري وبيستجيب ليها. حين المشهد كان يعني بيقول بشكل واضح للجميع ان المصريين على قلب رجل واحد وشعب والقياده متفقين دائما على انه القضيه الفلسطينيه في قلوبنا جميعا وانه مصر ستظل رافضه لمساله تصفيه القضيه الفلسطينيه واي مخطط لتهجير الفلسطينيين من أراضيه شرفني في الاستوديو الكاتب الصحفي زكي القاضي مساعد لجنه الحوار لجنه الشباب بالحوار الوطني مساء الخير على حضرتك مساء الخير على حضرتك مساء الخير على, على الساده المشاهدين يمكن الكثير بيشوف انه هذه الوقفات الاحتجاجيه والوقفات الشعبيه او الغضب الشعبي تجاه ما يحدث على الاراضي الفلسطينيه لا يؤثر كثيرا على الاحداث الواقعه في غزه لا هو حقيقه الامر ان المشهد اللي موجود النهارده في الشارع المصري هو ليه جزء كبير من الدفع نحو قرارات وطنيه اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما كانت في الفتره الماضيه ومؤكد ان تطورات المشهد هتنتج عنها قرارات اخرى فبالتالي كنا احنا محتاجين ان الشعب المصري يقول كلمته يبقى واقف مع القياده السياسيه زي ما شفنا النهارده وانا كنت حتى موجود في المنصه من بعد صلاه الجمعه لحد نهاية الوقفة اللي كانت أمام المنصة اللي بتقول بالفعل أن الشعب المصري يمتلك عقل جمعي حقيقي يعبر عن فكرة الوعي القومي اللي احنا بنيناه في العشر سنين اللي فاتوا احنا كل الناس عارفة أن في العشر سنين اللي فاتوا تعبنا تعبنا من مواجهة الإرهاب تعبنا من في عمليات الإصلاح الاقتصادي وخلافه وبالتالي تشكل لدينا وعي قومي حقيقي يعبر عنه التحركات الوطنية المصرية الشارع المصري النهاردة كان يعني ممكن لو احنا بنتكلم كصحافه نطلق عليه عنوان الطوفان المصري السلمي في مواجهه ما يفعله الاحتلال الاسرائيلي من عمليات اباده وجريمه في قطاع غزه هذا هو الطوفان المصري السلمي والذي يدعم القرارات السياسيه والدبلوماسيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سياده الرئيس على مدار 14 يوم تلقى اكثر من 35 اتصال كلها بلغه الشارع المصري كل واحد في الشارع المصري اللي كان موجود النهاردة في كل ميادين الجمهورية وقال كلمة لا للاحتلال الإسرائيلي نعم للقضية الفلسطينية ضد التهجير ضد عملية النزوح ضد عملية استهداف الأطفال والسيدات سيادة الرئيس بقاله 14 يوم بيقول نفس لغة الخطاب المصرية الشعبية في لقاءاته سواء مع بلينكن مع سوناك مع كل الزيارات والاتصالات الرسمية وكمان هتكون بإذن الله لغة خطابه نفس هذه الفكرة بكرة في قمة السلام في القاهرة هذا المشهد يدعم القرارات الوطنية المصرية الشارع المصري النهاردة كان بيعبر عن هوية الوطن الهوية الوطنية للمصريين بشكلها الحقيقي وشكلها المنطقي القضية الفلسطينية هي ليست دول جوار وليست هي فكرة الاهتمام بقضية الجوار في الأصل لكنها قضية القضايا كما قال عنها السيد رئيس عنها ان هي قضيه القضايا والتحرك نحو قضيه القضايا يحتاج لتضافر كبير للغايه يحتاج تحرك شعبي زي ما احنا تابعنا يحتاج تحرك سياسي ودبلوماسي زي ما الدوله المصريه بتقوم بهذا الاطار تحتاج لضغط انساني في المساعدات اللي احنا كنا شايفين امين العام الامم المتحده النهارده موجود امام معبر رفح البري بعد نزوله في مطار العريش الدولي تحتاج لتحرك من الاموال واحنا شايفين حمله التبرعات اللي بتتم لصالح مؤسسة حياة كريمة محتاجين كمان تبرع بالدم وده اللي احنا شفناه من يوم الجمعة اللي فاتت كل المشهد ده يكون المنظومة المصرية اللي بتعبر عن خارطة الطريق التي أعلن عنها سيادة الرئيس في ضرورة رجوع الاحتلال الإسرائيلي خطوة أو خطوتين للوراء لابد أن تدخل المساعدات الإنسانية الحركة بتاعة القائد دي دايما بتستمد من الشعب صحيح. طب قياس الشعب ده ازاي بيتم قياسه بيتم قياسه بالمشهد اللي احنا شفناه النهارده من بعد صلاه الجمعه الناس بدات في معاد كانوا كل الدعوه متسقين مع المعاد اللي كانوا قالوا هننزل فيه بعد صلاه الجمعه ومشوا برضو في معاد اللي هم قالوا احنا هنمشي فيه على الساعه اربعة الساعه 5 مشوا من الميادين هم بيوصلوا رساله وهم نزلوا النهارده وقادرين ان هم ينزلوا كل يوم دعم لقرارات وطنيه كانت في الفتره اللي فاتت وربما كمان تطورات المشهد تنتج عنها قرارات وطنيه اخرى صح. فهنا هنا بتحتاج القياده السياسيه دايما ان تقول للعالم ان احنا موجودين بالشعب معانا وهذا هو القياس المنطقي وهذا القياس الشعبي ارتباطا يعني وانا النهارده كنت بقرا استطلاع راي في فوكس نيوز حوالين المواطنين الامريكان اللي مؤيدين لاسرائيل وكانت النسبه كبيره جدا ان المواطنين الامريكان المؤيدين للجانب الاسرائيلي ورؤيه الجانب الاسرائيلي طبعا ده مع الاداره الامريكيه التصريحات اللي بتعملها كانت هذه النسبه كبيره لكن كان في بصيص امل ان نسبه الشباب في هذا الاستطلاع كانت اقل شويه فاحنا نقدر بعمليه تغذيه الاخبار الصحيحه نقدر نعدل الكفه شويه او نقلل النسبه ربما نسبيا فلابد ان يكون تواجد شعبي وطني ولابد ان تكون لغه خطاب رسميه وطنيه وهذا ما يحدث وهذا ما سنستمر فيه. صحيح يعني استاذ زكي يمكن تتحدث عن يعني أزرع مختلفة يمكن أزرع زراعة مقاومة شعبي بجانب الزراعة الدبلوماسي والقيادة السياسية لمواجهة الاحتلال الصهيوني ويعني الضربات الغاشمة على قطاع غزة بالنسبة للمواطن العادي ماذا يمكن أن يقدم أكثر بجانب هذه الوقفات الاحتجاجية وإيصال صوته إلى العالم ورسائل بتحملها هذه الوقفات الاحتجاجية للعالم ماذا يمكن أن يقدم أيضا لأنه يمكن لسان حال المصريين جميعا أنه عاوزين نساعد عظيم جدا هي فكرة عايزين نساعد عايزين نبقى مع الفقراء في يوم من الأيام فنعمل إيه فروحنا الحياة كريم عايزين نبقى بندعم المساكين فبنروح للتعالف الوطني يعني كان دايما طول الوقت بيبقى عندنا حاجات كبيرة وعبارات كبيرة لكن الإجراءات تحتها ما كناش واخدين بالنا منها بالظبط النهاردة لما هو بيتكلم عن دعم الفلسطينيين ودعم القضية الفلسطينية منذ 14 يوم وبداية الأزمة المصريين بيتكلموا إحنا مع القضية الفلسطينية طب حضرتك تأيد القضية الفلسطينية ازاي أو تمشي في الإجراءات ازاي؟ إحنا عندنا ثلاث أربع خطوات رئيسية ممكن نمشي فيهم، أولاً عملية التبرع بالدم ويقدر الشخص الصحي والسوي يقدر يتبرع بالدم وده أمر سهل للغاية ومراكز التبرع بالدم موجودة في كل أنحاء الجمهورية، ده رقم واحد، رقم اتنين يقدر يتبرع بالأموال لصالح مؤسسة وطنية مؤتمنة زي مؤسسة الحياة الكريمة ودايما بحب أؤكد على كلمة مؤتمنة إن أنت كل جنيه هتديه مؤسسة الحياة الكريمة تضمن إن هو يروح في المسار الصحيح والمسار السليم تقدر تتبرع بالأمور العينية لصالح التحالف الوطني العامل الأهلي والتنموي اللي يقدر برضه يساعد أشقائنا في فلسطين طب بره المنظومة دي كلها في وقت من الأوقات لما بدأت عملية المقاومة كانوا دايما يقول لك الصواريخ هتعمل إيه بتاعة المقاومة النهارده الاحتلال الإسرائيلي أو امبارح كان بيعمل خطه لاجلاء عسقلان وإجلاء بعض القرى حوالي 24 قرية في شمال فلسطين أو شمال إسرائيل كان هو دي الخطة اللي جت بناء على المقاومة فبالتالي إحنا دفعنا في السوشيال ميديا يعني إحنا لو موجودين في السوشيال ميديا لو إحنا قاعدين على فيسبوك نقدر في الصفحات الكبيرة سواء الرئيس الأمريكي أيا كان النشطاء نقول أدي صورة الفلسطينيين ونتعامل بمعايير الفيسبوك، ربما الفيسبوك لو انت نشرت حاجات ضد اسرائيل يعمل المعايير بتاعته وتوقف القصه، لكن انت لو نشرت حاجه في حق الفلسطينيين هنا ربما تكون الامور اهدى في المعايير بتاعته، لو احنا نشرنا صور المستشفى المعمداني، المستشفى القدس اللي هو بيهددها دلوقتي مكانها وموقعها، 30% من مساكن قطاع غزه تم ازالته وابادته، اكثر من اربع او حوالي 4000 شهيد وقعوا من عمليات الاباده، عمليه الاستهداف كمان لكل المنشآت الصحيه والطبيه نقدر نشارك واحنا قاعدين دلوقتي وبنسمع الحلقه او قاعدين في منازلنا على السوشيال ميديا نفسها الكلمه نفسها الكلمه نفسها جزء من الدين والضمير والانسانيه م. احنا نقدر نعمل ده بالاضافه ان احنا نقدر حتى بالموبايلات نبعت عمليه التبرع ده رقم اثنين نقدر نتبرع بالدم في وقت يعني لو احنا فاضيين بكره السبت ممكن ننزل نعمل ده اشكال كتيره من هويه وطنيه تعبر عن المصريين المصريين البعض خارج مصر ظنوا في وقت من الأوقات ان احنا بعدنا عن التاريخ ان احنا شبابنا راحوا للسوشيال ميديا وللتطبيقات والتيك توك وفكروا ان القضيه خلاص ماتت فلما قامت موضوع فلسطين والقضيه الفلسطينيه وعمليه الدخول غزه المصريين والشباب هم اللي كانوا موجودين في الميادين وهم اللي بيقولوا فلسطين وهم فلسطين. اللي واقفين على الحدود في رفح بالزرط. دلوقتي في انتظار انفاذ المساعدات الاغاثيه لاهالينا في بالظبط عمليه الاحياء دي قالت ان المصريين مهما تظن الظنون ومهما يبنوا عليهم تقارير ومهما يجيلهم تصورات هي تصورات غير منطقيه لان المصريين بطبيعتهم معدنهم زي ما بيقولوا معدنهم ذهب فلما بتيجي اللحظات اللي زي دي احنا بنقدر المعدن الذهب ده يظهر عندنا اتوجدنا بالملايين في الشوارع اتوجدنا دعما للقضيه الفلسطينيه لغه خطابنا كانت موجوده وقويه لانها تناسب المرحله هويتنا الوطنيه مبنيه من عقل جمعي وعقل جمعي برضه عشان الناس تفهمها ان احنا كلنا عارفين ان اسرائيل دوله احتلال عارفين ان فلسطين هي دوله عربيه تم احتلالها زي ما انتم ذكرتوا في التقرير من اول وعد بلفور اللي هم البريطانيين وهم اللي ادوا وعد بلفور لليهود آه عشان يدخلوا بالظبط من آه من فيدخلوا في فلسطين فيعتبروا ان هذه ارض بلا شعب وانهم كانوا شعب بلا ارض م. فيبداوا يدخلوا وعايزين نقول للناس حتى لغه خطاب سياده الرئيس لما قابل بلينكن والتصريحات اللي كانت مذكوره هو جزء من القراءه التاريخيه كمان للمشهد لان اليهود تم ابادتهم او تم استهدافهم في اوروبا، ما تمش استهدافهم في المنطقه العربيه، بل احنا تعاملنا مع اليهود في كل الاماكن وكل الحاجات اللي كانوا موجودين فيها باحترام وسلام وامان، ولغه خطابنا بتقول ان احنا نحافظ على حقوق المدنيين، ففي كل المشهد ده احنا بنمارس هويه وطنيه مصريه حقيقيه تعبر عن مفهوم الانسانيه ندعم حقوق المدنيين ايا كانت الجنسيه وايا كان الطرف وندعم في نفس الوقت المقاومه الوطنيه اللي بتدافع عن ارضها المقاومه الوطنيه اللي سقط منها اكثر من 4000 شهيد لحد دلوقتي واكثر والامر يعني مرجح ان هو يزيد لان العمليه شكلها مطوله كل المشاهد وكل الحاجات اللي احنا شايفينها سواء عند حضراتكم في كل القنوات والقنوات العالميه اللي ليها نظره احاديه بنشوف حتى في التعليقات وفي الامور المتابعات اللي بتتم على هذه القنوات ان في ناس شعره بالقصة مش هنا بيكلمش على العرب حتى ولا المصريين في ناس تؤمن بالإنسانية في مفهومها الشامل من الأوروبيين ومن الولايات المتحدة الأمريكية احنا محتاجين نصل للناس دي محتاجين نصل لأعضاء مجلس النواب في الكونجرس محتاجين نصل بايدن في الخطاب بتاعه امبارح في جلسه لمجلس النواب المصري في رفض لهذا يعني العدوان الغاشم على الاراضي الفلسطينيه لاي مدى هذا ممكن يعني ان يعني يحدث فارق وكان هناك دعوة لكل مجالس النواب العالمية يعني الاتحاد لرفض هذا العدوان يعني أو أولا أعضاء مجلس النواب اللي هم 596 أو أعضاء مجلس الشيوخ التلتمية احنا بنتكلم هنا في أعضاء جملتهم منتخبين من الشعب المصري وبالتالي هم يمثلوا الإرادة الشعبية المصرية حينما يخرج هؤلاء النواب وبيقولوا بلغة خطاب سليمة تتناسب مع الشارع المصري تتناسب مع امان المصريين واحلامهم فهنا بيعبروا عن الاراده الشعبيه هنا دايما بره بيقولوا ان احنا ننظر للمؤسسات المنتخبه اكتر من المؤسسات الرسميه والحكوميه وبيحط لهم سياق صحيح. فهنا المؤسسه المنتخبه دعت لجلسه طارئه سواء مجلس الشيوخ او مجلس النواب وكانت اللغه الخطاب مباشره بيقولوا لازم توقفوا الاحتلال الاسرائيلي لازم توقفوا عمليه استهداف المدنيين لازم توقفوا عمليه استهداف القطاع الصحي لازم توقفوا استهداف السيدات والاطفال هذه اللغه مع لغه اخرى دبلوماسيه عمليه الاتصال دي مع زي ما قلت حضرتك ان احنا يعمل دعوه ليه مجال اعضاء البرلمان في كل دول العالم يوصلوا لهم الرساله دي يقولوا لهم ان فعلا الشعب اللي انتخب نوابه في البرلمان المصري النواب بيقولوا كده وبيتكلموا بهذه اللغه وبيرفضوا فكره احتلال اسرائيل ايضا اللغه الرسميه على مستوى وزاره الخارجيه او على مستوى الحكومه المصريه ومستوى طبعا سياده الرئيس هي كلها بتسير في هذا السياق بلغه تناسب الشارع المصري وتناسب الشارع الفلسطيني يعني احنا لما كنا بنتكلم على لا للتهجير لا للنزوح لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه احنا هنا بنحافظ على فلسطين وبنحافظ على حق فلسطين احنا هنا حتى يعني احنا بنتكلم على امن القوم المصري لكن جزء من الامن القوم المصري ان احنا نحافظ على فلسطين تكون قضيتها على ارض فلسطين وبالتالي احنا طول الوقت من بدء الازمه بنقول خلوا بالكم، القضية الفلسطينية ممكن تتفرج، خلوا بالكم العدو الإسرائيلي بعملية الاستهداف بتاعته عايز يعمل عملية النزوح، طب احنا نقول للناس بعض الإشارات البسيطة. العدو الإسرائيلي بيستهدف مناطق كثيفة السكان، وبعدين بيوزع منشورات على شمال سي على شمال فلسطين أو شمال قطاع غزة، بيقول لهم روحوا ناحية الجنوب، وبعدين يسرب خبر إن الجنوب فيه مية خط مية شغال، والمنشورات اللي بتوزع في شمال قطاع غزه دي ما بيكتبهاش شخص قاعد على الكمبيوتر في الجيش الاسرائيلي لكن بيكتبها المسؤولين في الجهاز النفسي داخل الجيش الاسرائيلي فبالتالي بيستهدفوا كسر عزيمه الفلسطينيين صحيح. عشان يبداوا يفكروا احنا ليه نقعد في القصه دي ما نروح ناحيه حرب ترهيب بالظبط فنروح ناحيه سيناء او روح ناحيه اي يعني هذا الاتجاه لكن هم بيغفلوا حاجه بيغفلوا ان اولا لدينا وعي بفكره الامن القومي المصري من القياده ومن الشعب المصري تاني حاجة هم يمتلكوا الحديث في نطاق سيادتهم في نطاق السيادة الخاصة بإسرائيل أو نطاق السيادة الخاصة في حدود الفلسطينية مفيش حد بيتكلم في حدود ومقدرة دولة تانية هو لما بي... المفروض لما بيدور على حلول بيجد حلول في نطاق السياده بتاعته او نطاق الدوله بتاعته ما بيدورش على حلول في دوله تانية عشان كده مصر بتنبه للقصه دي وسياده الرئيس اتكلم مع كل المسؤولين هو تلقى اكثر من 35 اتصال لحد دلوقتي وعدد من الزيارات المباشره وبكره كمان قمه القاهره بتدور حول هذا الاطار احنا فاهمين القصه وامن مصر القومي خط احمر للجميع للصديق والعدو وبالتالي امام هذا المشهد لابد ان نستوعب ان العمليات دي لابد ان تقف لابد أن يتراجع الإسرائيليين خطوة وراء لابد أن تدخل المساعدات الإنسانية لابد أن يستوعب الفلسطينيين نفسهم إن القضية هتكمل بيهم مش هتكمل بأي حد تاني صحيح. ولابد أن يستمروا في طريقهم سواء طريقهم النضالي أو أي الطرق الأخرى التي يرونها مناسبة للدفاع عن أرضهم